دار الثقافة أحمد الرضا حوحو ببسكرة تجمع هواة التصوير الفوتوغرافي في إطار صالون الصورة الفوتوغرافية المنظم بمناسبة شهر التراث تحت شعار التراث والإقليم. هذا ثاني نشاط لفوج سحر الصورة لماجد لافوتو. جاونا 27 مصور من شتى الولايات، عدد صور المشاركة 75 إلى 80 صورة، كل صورة ترمز إلى إقليم وتراث بلادها. بتوافر آلات التصوير المختلفة وبأسعار معقولة، ازداد عدد المتهافتين على التقاط الصور في كل مناسبة، ومعه ارتفع عدد هواة التصوير رغم افتقادهم إلى تقنيات التصوير. الصورة الفوتوغرافية هو فن، يقولوا له الفن الثامن للتكوين، أهمية كبيرة. علاش؟ هو باش يتعلم الصورة على حقيقتها، ويتعلم خاطر الصورة فيها تقنيات كثيرة وفيها مميزات بالنسبة لأخذ الصورة، بالنسبة للضوء، بالنسبة للونجل دو لا بريز دو فيو، بالنسبة للطقس، وبالنسبة للموضوع. صالون بسكرة فرصة أخرى لالتقاء المصورين وتبادل الخبرات فيما بينهم، وفرصة أخرى للتنافس على التقاط صور تؤرخ للتظاهرة.